دايما مشروع في اي دولة انك تلاقي مقارنات. شوف في امريكا مثلا المهندسين بيخترعوا ايه، انما في بلدنا ما بيعملوش كده. شوف الطرقان في امريكا عاملة ازاي، شوف ده شيء مباح. انما انك تشوف جزائري بيقارن الحرامي في امريكا والحرامي في الجزائر، حتى الحرامي مرتبة أسوأ مرتبة في الحرامية، عرة الحرامية. أنا عمري ما شفت كده مقارنة بين مين؟ شاربي الخمور وده بيشربه، وأنت مقافز يعني عشان بتشرب روج؟ الروج هنا بيشربوه غير العيالات للرومانسية. الحرام إيه ده؟ أنت بتقارن بين الحرامية؟ آه، يعني حتى الحرامي اللي عندنا في الجزائر ده مش حرامي. عرة الحرامية. أنا عمري ما شفت كده. وصلتوا لكده؟ يعني حتى ما تشرفوش في الحرامية، يعني حتى ما نجحتوش في انكم تبقوا حرامية؟ لا، ده عرة الحرامية. يا غلبي، والله العظيم فيديو قعدت اتفرج عليه اقول يعني حتى الابداع في اللصوصية ما ابدعتوش فيها؟ يعني حتى دي ما خدتوش فيها شرف احنا لصوص الدنيا، احنا القراصنة الكبار؟ لا، عرة الحرامية. يعني حتى لما حبوا يحتكروا اللصوصية طلع لهم جزائري قال لهم انتوا فاكرين ان انتوا شطار، انتوا عرة الحرامية. والله العظيم شوف الفيديو ده وتعالى اشرح لك او افهمك، يمكن تفهمني معرفش. شوف الفيديو واستنى. السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير. كي تشوف العراية في الجزائر، هادو اللي زعما اصحاب الرجلة ويقريسوا ويربطوا السيوفة وشواقر وياكلوا كاشية تشربوا شراب ومنا، يجي مثلا يبغي يقريسي راجل ولا امراه ولا صغير ولا كبير ولا حتى ذوي الاحتياجات الخاصه وما سلكوش منهم، يسبه بيمه يعلو بامه، يسب ربي، يسب الدين، ويزيد ياخذ الشيء اللي راه باغي ياخذه، ويزيد يضرب السيد هذاك ولا يضرب المراه. على كي تشوف مثلا انا عايش هنا في امريكا اللاتينيه تحديدا في كاراكاس. داك بيدار عارف كاراكاس، تدخل للانترنت تكتب كاراكاس يطلع لك اخطر عاصمه او اخطر ثاني عاصمه في العالم، يعني وين تبانت الحراج وباب الواد وكازابلانكا وتونس وما لا بانش، وين تبانها سمعنا. يعني موجود كل السلاح، المنحرفين، المخدرات، كل انواع الخمور، ماشي الروج، خاطر الروج هنا يتسلوا به المضام هذاك. فا الروج هنا شغل حاجه تاع رومانسيه، كي واحد هكا دابا يخرج سهر مع صاحبها يشربوا الروج، دايرين على الرومانسيه، يا اللي تشرب الروج وتشرب الشكوى وعاس مع شراب، يا انا راه مشربوا البابيش. هذه اولا. ثانيا مخدرات، ما تقوليش الروش والارطان وما على باليش، كاين كلش، كاين مخدرات والله ما تسمع بها. لكن يجيك واحد سرق مثلا، وانا هنا تعرضت لاغريسيون واحد دو فوا تروا فوا، اقسم بالله غير يجي يهضر معاك بكل ادب، ما هو مضروب في وجهه، ما قال عينو عينه، يجيك راكب على موطو لابس مليح يقول لك ساكالو كي ديانيس تعطي شكايني تراه، واذا كانت مرا يقولها بور فاور كاتي كيتا نوكيرو بروليما، يعني من فضلك وادي عاقلة مانيش باغي المشاكل، تعطيه الساك تاعها وتراه. ما يسب ربي، ما يسب الدين، ما يطيح له بمه، ما يطيح له بمه، ما يضرب مه، يرفد ويجراه ورابد سلاح، يعني حابه يكمل معك. هنا في الجزائر عريان مسلم للاسف، وهنا هذه مشكله كبيره. مشكلة الجزائر مش الإسلام، مشكلة الجزائر الإنسان الذي يعتنق الإسلام، خاطش هذا الإنسان الذي تم تدميره عن طريق المنظومة التربوية الفاشلة التي أنتجت لنا ملايين للأسف وبدون استعلاء وبدون تكبر، ملايين من المتحجرين فكريا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. الفيديو ده فيه دلالات كتيرة جدا. اول حاجه ان الجزائري عرة الحراميه، يعني الشواكر افريقيا والحاجه اللي انت بتتباهى بيها ده انت عرة الحراميه، ده واحد. نمره اتنين، انه معجب بان الحرامي مؤدب في اوروبا، في امريكا الجنوبيه وفي كاراكاس، وبيقول لها من فضلك يا مدام، فتقول له اتفضل. شوف السرقه فيها شياكه، حتى السرقه عرة الحراميه فيها شياكه. نمرة ثلاثة، ثقافته الموسوعية ما شاء الله في المخدرات والخمور، يعني كل واحد فعلا علاش يقلب.
يعني كل واحد فعلا الانسان ابن ثقافته وبيئته فعلا. يعني في ناس تروح تقلب على الموبقات موسوعي ما شاء الله الجزائري، ولذلك تلاقي الجزائري موسوعي في مشاكل اي دولة تانية. انتوا عندكم مش عارف مين يا فيفي عبده يا ايه، يعني بيروح اي بلد يدور الموبقات ايه يتعلمها ويبقى موسوعة تبارك الله في الوساخ. لكن اسألوا ايه هو تاريخ كاراكاس، ايه هي عاداتهم تقاليدهم، حاجة فيهم ما يعرفش يكلمك في الكاشيات والقرقوبي والخمور والبتاع، دلالات كتير. يقول لك كلنا ومسلم ويسب الرب، يا الله يا جدك، الله يا ودي، الله يا ودي، رب مين، دين ايه، اسلام ايه، امتى؟ وتلاقي اسمه حذيفة، عبد البر، عبد الحق، عبد العزيز، عبد المجيد، دائما تلاقي الاسم فخم، اسم اسلامي، لازم يتسمى اسلامي. امال الا الاسلام يا جدك، الاسلام مال ده اذا ما قالكش الاسلام يا ربك، استغفر الله العظيم، والله العظيم. واهو يقول لك كلهم نتيجه منظومه تعليميه ومنظومه اخلاقيه ومنظومه تربويه فاسده. صدق صدق، ما ده اللي بنقوله لكم يا جماعه، بيقولوها لكم هم جزائريين اهو، ده جزائري انا ما اعرفوش، لا يعرفني ولا اعرفه ولا المخزن اداله حاجه وموجود في كاراكاس مش موجود هنا. إنما ثقافة الموبقات، ثقافة، لأن المشكلة إن الحرامي بيفتخر إنه حرامي ويضرب نفسه عشان يبان له إن هو دي مصوغات المهنة، دي الكارت فيزيت بتاعه، تك تك تك، عشان لما حد يشوفه يفزع. هو اللي بيعمل أفلام، هو اللي بيضرب راسه، يسكر ويقرقب ويضرب راسه، يضرب نفسه عشان يبقى ويمشي متباهي بيهم، دي مصوغاته عشان لما تشوفه تفزع منه من شكله. عمرك ما شفت كده في الدنيا؟ ولذلك ان حتى واحد لما قال لهم ان الحاجه اللي بتتباهوا بيها انكم شواكير وانكم حراميه افريقيا وانكم لصوص وانكم ومدينها، وعلى فكره غلاف بطولي برضو، نحن لا ناخذ اجر، لا ننتظر راتب من احد، انما نحن كالنسر والله العظيم اقسم بالله سمعتها منه، كالنسور والاسود نخطف رزقنا. امال هو هيقول لك انا حرامي؟ لا، هو بطل، هو مجاهد، هو شهيد اهو، اسمع منه. قال لك اهو بمنتهى البساطه، حتى الحرامي طلع عرة الحراميه، ما بقيت فاهم واله. يعني الناس دي عالم تاني، عالم عالم منفصل. اي حرامي في اي بلد بيستخبى، ما يقولش انا حرامي، بيبقى بيستاء، دي مسبه، دي عيبه. الا في الجزائر الاخ ايه حرام، تبارك الله، الله يزيدك ما شاء الله، حرامي. ويا سلام بقى لو مضروب ضرب، يا سلام، حرامي بمصوغ، حرامي اصيل يعني. انما في الاخر طلع لهم جزائري قال لهم على فكره انتوا عرة الحراميه. جدك والله، يعني مش شواكير افريقيا، لا، عرة الحراميه. حتى دي ما عرفتوش تعملوه، بقيتوا عرة الحرامية. والدليل قالوا له حق نايل فرنسا والتيشيرت الحرامية، حاجة عرة في عرة، وقالها لكم جزائري اهو. اه والله العظيم، لا تخرج قبل ان تقول سفخس على دي حرامية. دي الحكاية، اشوفكم على خير.